تستعين الطفلة الكفيفة مايا بوالدتها للوصول إلى المستشفى، ولكن ليس للعلاج بل من أجل ممارسة هوايتها في رسم لوحات فنية بألوان زاهية وبعناية فائقة. هلا هذا اللون الأحمر لأنه ريحته زي ريحة التفاح، والتفاح بيكون لونه أحمر. تستخدم مايا الألوان في رسوماتها كما المبصرين، وتميز ألوانها بحاسة الشم. الكفيف عنده قدرات، يعني أنا رسمت هاي الرسمة حتى أوصل هذا الإشي عشان الناس بيحكوا إنه عشان أغير تفكير الناس عن إنه المكفوفين ما عندهم قدرات، يعني أنا عشان هيك رسمتها. كمان حبي للرسم، أنا كتير 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 بحب الرسم. وعلى مرسم مجاور تنهمك كفيفات بدرجات متفاوتة في إنجاز لوحات فنية، ويشرف الفنان التشكيلي سهيل بقاعين على إبداعهن، حتى أن لوحات مايا ورفيقاتها تباع من أجل إهدائها للمرضى بدلاً من باقات الزهور. عامل الجدية وعامل الدهشة كان موجود، يعني لما هذا الطفل اللي ما بيستطيع إنه يميز اللون إلا بدرجة معينة حتى يقرب عليها ويعطيك بهاي الدقة وبهذا النشاط وبهذا الحيوية، إذن هو يرسم من قلبه ومن خياله. إذن هنا هاي هي المقولة اللي حكاها بيكاسو، إنه بما معناه إنه الفنان يرسم الشيء اللي ما عم بشوفه. بالإرادة والتصميم تمكنت مايا ورفيقاتها من تجاوز عقبات كثيرة، أهمها نظرة المجتمع التي كانت حافزاً للوصول إلى النجاح. لم تستسلم مايا لإعاقة البصر، لكنها استعانت بالمثابرة لتتمكن من تطويع الفرشاة والألوان لرسم لوحات فنية رائعة قلما يرسمها المبصرون، لتروي قصة تحد للإعاقة ونموذجاً يحتذى. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.